نص كلمة بقلم أحمد رجب. السلام الجمهوري المصري نغم رفيع المستوى أبدعه الموسيقار الخالد سيد درويش، وإذا ما استثنينا بلادي بلادي إلى آخر المطلع وهو من كلمات مصطفى كامل فسوف تجد بقية كلمات النشيد كتبت باستعجال وفي منتهى التواضع، ولا ترتقي إلى مستوى موسيقى سيد درويش، ويتعين إبدالها بكلمات عصرية تواكب الموسيقى الرفيعة وتخلق من النشيد وتخلق من النشيد تحفة فنية ترددها الأجيال. أحمد رجب، أداء صوتي ياسر حماية.